برلمانيون في ردهات المحاكم. خلال الولاية التشريعية الحالية يتابع عدد من النواب والمستشارين البرلمانيين أمام المحاكم. يتزعم هذه القائمة برلمانيون وقياديون في أحزاب مختلفة بتهم لا علاقة بملفات الفساد، أبرزها متابعة محمد العربي بالقيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش رفقة نائبه الأول يونس بن سليمان أمام الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتهمة تبديد أموال عمومية في صفقات مؤتمر المناخ كوب 22. ومتابعة البرلماني عبد العالي حامد الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهمة القتل العمد للطالب محمد أيت الجيد بن عيسى خلال الأحداث التي عرفتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 1993. جرائم الفساد المالي أسقطت في شباكها أيضا البرلماني سليمان حوليش عن حزب الأصالة والمعاصرة، الرئيس السابق للمجلس الجماعي للناظور الذي يتابع في حالة اعتقال، رفقة نائبه الثالث علا الفارس عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الرابع الحسين أحلي من البام. وطوقت عنق المتابعين تهم ثقيلة أبرزها منح رخص وتغيير مضمون رخص البناء دون عرضها على أنظار اللجان المختصة، ووجود اختلالات في تدبير الصفقات وعدم التقيد بمقتضيات الصفقات العمومية. حزب الحركة الشعبية بدوره طاله فيروس الفساد من خلال متابعة البرلماني أحمد شدة أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات وعزلهم من رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال. تورط في خروقات واختلالات كثيرة رصدها تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتحق به زميله في الحزب القيادي في الحركة الشعبية محمد مبديع الذي مثل أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه في جرائم مالية وخروقات شابت فترة تسيير مجلس جماعة الفقيه بن صالح التي ترأسها مبدع لأكثر من 20 سنة. المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح لم ينجو من سيف الإدانة ب5 سنوات سجنا وغرامة مالية بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة في قضية كازينو السعدي التي تحولت إلى مسلسل مكسيكي بسبب التأجيلات التي طالته.